في 8 من أغسطس عام 1981، ولد روجر فيدرر بمستشفى كانتون بمدينة بازل السويسرية. والده روبرت فيدرر سويسري من مدينة بيرنينغ بالقرب من الحدود مع سويسرا والنمسا وألمانيا، ووالدته لينات فيدرر من كيب تاون بارك بجنوب إفريقيا. لديه أخت أكبر منه سنا تسمى ديانا، وهي أم لمجموعة من التوائم. يحمل فيدرر كلا الجنسيتين السويسرية والجنوب إفريقية، ويتحدث السويسرية الألمانية بكونها لغته الأم، إلى جانب الفرنسية والإنجليزية بطلاقة. كبر فيدرر وترعرع، ومثل أي شاب سويسري طلب للخدمة العسكرية في القوات المسلحة السويسرية، ولكنه أعفي باعتباره غير لائق صحيا لوجود مشاكل بالظهر منذ فترة طويلة. نشأ فيدرر كمشجع لنادي بازل لكرة القدم والمنتخب الوطني السويسري، كما كان لفيدرر رياضات أخرى مفضلة كان يلعبها مثل الريشة وكرة السلة لكي تساعده على تقوية أدائه في لعبة كرة المضرب. عندما بلغ 14 كان لاعبه المفضل الألماني بوريس بيكر، ووقتها حقق بيكر لقبه الأول في ويمبلدون عام 1985. ومنذ ذلك الحين أصبح فيدرر يشاهد جميع مباريات التنس على شاشة التلفاز ولساعات طويلة. وفي تصريح لروجر قال: أحببت كرة المضرب منذ صغري أكثر من أي رياضة أخرى، لأنها رياضة أستطيع أن أمتلك الفوز أو الخسارة بيدي. وفي سن 6 أصبح فيدرر الأفضل في فئته العمرية، وكان يتدرب 3 مرات في الأسبوع في بازل. وفي ذلك الوقت كون فيدرر صداقة مع صبي يتدرب معه يدعى ماركو شيادينيلي، وهو أصغر بشهر 1 من فيدرر. كان يلعبان معا في بعض الأوقات الإسكواش وتنس الطاولة وكرة القدم، ولاحقا تم تشكيل فريق للزوج منهما على مستوى المنطقة. كان يبلغان في تلك الفترة سن 8. وعندما أصبح روجر بسن 10 بدأ للتدرب مع أدولف كاكوفسكي، وهو مدرب بنادي أولد بويز للتنس. وفي تصريح شهير لهذا المدرب قال: لقد لاحظت على الفور أن الطفل لديه موهبة غير طبيعية. روجر ولد والمضرب بيده، كان يتطور بشكل ملحوظ. وفي سن 14 قرر فيدرر التركيز فقط على كرة المضرب، ومن هنا أصبح البطل الوطني في هذا العمر، حتى دخل الاتحاد الدولي للعبة في فئة الناشئين في يوليو عام 1996. وفي آخر أعوامه في فئة الناشئين حقق فيدرر بطولة ويمبلدون للناشئين عام 1998، وهو نفس العام الذي بدأ فيه عالم الاحتراف في بطولات الاتحاد الدولي لفئة الرجال.